أهلا بكم متابعينا الكرام وفيديو جديد. أتمنى منكم الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس وترك تعليق محفز لنا، ولا تنسوا الضغط على زر أعجبني. أكد بطل الاتحاد اليو اف سي للفنون القتالية المختلطة أنه لن يتراجع عن قرار اعتزاله، وتحدث عن خططه وأهدافه المستقبلية بعيدا عن عالم النزالات وحلبات القتال. يعتزم بطل يو اف سي بالوزن الخفيف الروسي حبيب نور محمدوف التخرج من الجامعة في العام المقبل ومتابعة دراسته لنيل درجة الماجستير، ويعمل أيضا بجدية في مجال الزراعة، وذلك ما تحدث عنه في آخر لقاء أجراه مع الشباب في مدينة ديربنت بجمهورية داغستان الروسية. وقال حبيب: في العام المقبل سأتخرج، أود الدفاع عن شهادتي ونيل درجة الماجستير، وأود تكريس المزيد من الوقت للتعليم في السنوات الخمس المقبلة. وتابع: لقد اشتريت الأغنام وأعمل في الزراعة، وأود أن أتطور قليلا في هذا المجال، لدي ثيران وأبقار تسمين، إنني منخرط في الزراعة، لا أقول ذلك على المستوى العالمي. كما أكد أنه لا ينوي مواصلة مسيرته الرياضية بقوله: يمكنك القتال حتى عامك الأربعين، ولكن يجب أن يكون هناك هدف. كان لدي هدف للوصول إلى القمة، ولقد وصلت إلى هناك، الآن ليس لدي أي مصلحة لمتابعة التنافس. كما أعلن حبيب البالغ 31 عاما أنه يعتزم استكمال بناء المستشفيات الرياضية في داغستان التي بدأها والده مدرب روسيا الفخري عبد المناب، الذي توفي هذا العام وهو بعمر 58 عاما بسبب المضاعفات الناجمة عن فيروس كورونا. واعتزل حبيب بصورة مفاجئة عقب فوزه على الأمريكي جاستن غيتشي في النزال الذي جمعهما في 24 من أكتوبر الماضي في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وذلك ضمن دورة UFC 254، محققا انتصاره 29 في مسيرته الاحترافية دون أن يتعرض لأي هزيمة. إن أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. دمتم بخير.